تحياتي وتحية للرفيق جيروم والصديق العزيز جيروم على هذه الفرصة هذه أننا درنا واحد الفيديو مشترك نتطرق فيه الموضوع الصحراء الغربية، ربما موضوع من الطابوات يعني المخزنية، لذلك يعني قررنا أننا نتطرق له من واحد الجانب إنساني، يعني نربطوه يعني بواحد الجانب إنساني ونحاولوا نخرجوا من هذيك المسألة ديال الحدود والبلاد وكذا وكذا، ونطرقوا لي حتى من هذيك المنطق بعيدا من العاطفة، لأن بعض المرات لا تتطرق مثلا نقولوا مثلا الموضوع تاريخي مثلا وتتدخل فيه العاطفة وهذه فتتجلى لك يعني هذيك الرؤية الموضوعية للموضوع، فهمتيني، تضيع ما تتكونش. اولا كما تنعرفوا حنايا كما تنعرفوا بان قضيه الصحراء الغربيه كاين واحد الشعب الصحراوي مضطهد تيطالب يعني بالانفصال او الاستقلال، مش الانفصال يعني الاستقلال عن المغرب، لانه يعني تيشوف راسو ان القوميه ديالو بوحدها مغايره يعني القوميه المغربيه، عنده يعني الهويه ديالو، عنده الثقافه ديالو، هو صاحب الارض يعني 40 عام هو تيتقاتل ضد المخزن بوحدو، يعني بلا ما ندخلوا يعني المسائل الاخرى التاريخيه، لانه كان تيحارب الاستعمار الاسباني ويعني قدم شهداء ومعتقلين وكذا. هذه قضيه، لان الانسان المغربي ما خصش يكون عنده راي في هذه المساله هذه، اي انسان كيف ما كان مغربي ما خصو يكون عنده راي في هذه المساله، لان فاش يولي عنده راي مغاير لما هو مغاير زعما التوجه المخزني في هذه القضيه هذه، هو يصبح يعني من الخونه ومن اعداء من الاعداء ومن العملاء ومن المرتزقه وعامل بوليزاريو والجزائر وربما حتى يعني الماسونيه العالميه على حسب قوله. لأن الإنسان المغربي في هذه القضية هذه عنده جوج ديال الكلمات اللي خصو ديما يعبر بهم، ما يزيدش عليهم، ولا كان يزيد عليهم شي حاجة خصو يطبل ويزمر، فهمتيني، ويجيب الدقائقية معاه. الإنسان المغربي عنده جوج كلمات فهذه خصو ديما يقول الصحراء المغربية صافي وسليمة، يعني يسد ذاك الدماغ ديالو، ما يزيدش مازال فيه، ما يزيدش عليها شي حاجة أخرى، صافي. وهي زعما اللي يمشي يقولها يعني بخطأ يحيد هذيك الميم وتولي الصحراء الغربية يعني غادي سيتم يعني اعتقاله ربما والزج به يعني في السجون واتهامه يعني بالعمالة والخيانة وكذا. يعني كما قلنا بأن هذا الموضوع يعني نجينا نتطرقوا له يعني من ناحية الرؤية المخزنية فراتي يولي يعني بحال هكا نخربقوا، لكن بغينا نتطرقوا له من ناحية الإنسانية وغادي نجي لهاد الشيء هذا، وغادي نجي يعني حتى المسألة ديال المفكرين، وغادي يجي الرفيق جيروم المسألة ديال رؤساء أمريكا اللاتينية وفنانين عالميين ويعني كتاب وروائيين يعني اللي تيدعموا قضية الصحراء الغربية. هاد الشيء هذا يجي يعني في الخط ديال هذا الفيديو هذا. أنا بغيت نعطي واحد شوية في المسألة يعني نعطي واحد ندخل فيه يعني اللوكال يعني بالنسبه لنا حنا الداخل ديالنا شنو هو المشكل مع الصحراء وعاد ندوز المساله ديال المساله فاش تولي عند بعض الناس ربما بحالي بزاف ديال الناس تولي يعني مساله ديال الصحراء الغربيه والشعب الصحراوي واحد الحاجه واحد تولي واحد التضامن مني انساني مع هذا الشعب هذا المضطهد، لان تنشوف ان الشعب المغربي يعاني يعني نفس الشيء ما يعاني يعني الشعب الصحراوي، لان بحال تقول ان الشعب المغربي يعاني يعني من الاحتلال يعني من الاحتلال المخزني خلافا للاستعمار، لان الاحتلال هو اللي تيدمر الانسان، الاحتلال تيدمر الانسان تيدمر البنايات تيدمر كل شيء ما تيعطي والو غير تياخذ، مازال الاستعمار تيكون عنده واحد خصو ديما هي ديما الاخذه تيعطي، مازال حتى الا جينا نهضروا على الاستعمار الفرنسي في المغرب تلقى بانه بنى دار البنيه التحتيه سميتو بنى سبيطارات، يعني ماشي تندافع عليه، انا تنقول لكم يعني هي الرؤيه ما بين يعني الاستعمار والاحتلال، يعني الاحتلال تيكون يعني واحد القوه يعني تتمارس عليك يوميا، واحد الضغط نفسي تيتمارس عليك يوميا، فهمتي،
كما تنشوفوا يعني المخزن تيضرب مثلا المعامل المتجولين تيهرس الناس ديورهم تيهرس الناس كعصهم تيضربهم تيقمعهم تيدلهم تيطاحنهم. وهذه الممارسات تتمارس على الشعب المغربي يوميا وتدخل يعني في اطار الاحتلال. لذلك فاش انا قريت على قضيه الصحراء الغربيه هذه السنوات ويعني وقارنتها بالمشكل الداخلي ديال المغرب لقيت بان غير مختلفين، غير كاين واحد الشعب صحراوي مازال يعني واقف على رجليه يناهض ويناضل من اجل الاستقلال وتقدم شهداء يوميا، بينما شعب يعني شعب بغاو يدلوه صحراء تقتلوه يعني عرق بعرق يوميا، فهمتي؟ وهذا يعني ما دفعني انني نفهم يعني المشكل ديال هذا يعني اللوكال. الى جينا نشوفوا اللوكال المشكل ديال هذه المساله هذه مساله اخرى. المخزن راه ما تيهموش الانسان، تيقول الدفاع عن الوحده الوطنيه او شي حاجه ما تيهمو لا الوحده الوطنيه لا والو. كون كانت تهمو الوحده الوطنيه راكم شي حر يعني سمسوا بليليه، فهمتي؟ ما يجيش يعني يستقوى على صعب الشعب الصحراوي غادي يمشي، ولكن تما كاينه اسبانيا وكاين نيتو وداك الشيء يعني ضروري ما خصو يحترم يعني فهمتيني عارف يعني الحدود ديالو. لذلك تنقول بان راه ما تهموش يعني الاحتلال ما تهموش يعني ما تهموش الوحده الوطنيه ولا شيء، ما تهمو هو يعني الثروات الثروات ديال البلاد هي اللي تتهم النظام المخزن. كما تنعرفوا كاين يعني جنرالات في الصحراء هما اللي تيستافدوا يعني من مقاليع الرمال، هما اللي عندهم يعني سفن ديال الصيد عندهم بزاف يعني تيستافد يعني من نظام مخزن تيستافد من الثروه ديال الفوسفات اللي كاينه في الصحراء. يعني هادو هما علاش نظام مخزني تيتقاتل على الصحراء ما عندوش شي حاجه اخرى، وخصوصا ان الشعب المغربي ما تيستافد والو من الصحراء. يعني ما هو كشعب كيعني فيكتيم ضحيه ديال النظام ما تيستافد والو من الصحراء بالمقابل. هذا شيء. شيء اخر هو ان احنا دابا حاليا إنسان تيوصل لواحد الوعي تيولي يتضامن مع هاد القضايا هادي عن جد يعني عن جد يعني بصح نيت وي تنضامن مع الشعب الصحراوي وتنضامن يعني تنعتبر أن هاديك المنطقة مستعمرة من طرف نظام مخزني. وهاد الرأي هذا مكاينش اللي يحيدو ليا، حتى تتشوف يعني تجي تقرا مفكرين كبار بحال مثلا نعوم تشومسكي الأمريكي يعني عالم اللسانيات والمفكر العالمي والكاتب والناشط السياسي والفيلسوف في علم ديال لينغويستيك، تتلقى بأنه هو تيعتبر يعني هاد القضية ديال الصحراء الغربية يعني آخر يعني معقل آخر مستعمرة آخر معقل للاستعمار في إفريقيا، تعتبر يعني أنها يعني منطقة مستعمرة من طرف المغرب، وتعتبر يعني الشعب الصحراوي أنه شعب يعني مضطهد مضطهد بالفعل من طرف يعني النظام المخزن. يعني تلقى مفكرين كبار تدعموا يعني قضية ديال الصحراء الغربية، وبل يعني ماشي هكا يعني فاش نهضروا على نعوم تشومسكي الناس اللي خصهم يعرفوا بأنه تيضام حتى مع الشعب المغربي وتيضامن الضام حتى مع حركة 20 فبراير وتضامن حتى مع يعني النشطاء ديال الحراك الريفي ومعتقلين ديال الحراك الريفي وتضامن يعني مع بزاف ديال المعتقلين السياسيين في المغرب. بل أكثر من هذا بل هو وجه واحد دار كتبوا واحد العريضة هو بزاف ديال الفاعلين والنشطاء عبر العالم تيطالبوا بها بإطلاق سراح المعتقلين ديال الريف ديال الحراك الريفي. هاد نعم تشومسكي يعني في واحد الفيديو ها هو غادي نحطو لكم يعني تيحاور واحد الصحفي مغربي سميتو سعيد السالمي تيحاور يعني تيحاور نعم تشومسكي في مسألة ديال القمع اللي تيتعرضوا له يعني النشطاء في المغرب ولا مسألة ديال الحراك ديال الريفي. وكانت المفاجأة انه تيناصر يعني حق الشعوب المغربيه كتورت تيناصر يعني في حقه في التحرر من السلطويه. لان نعم تشومسكي شنو هو؟ هو واحد العالم كرس راسه للدفاع عن الشعوب المستضعفه للدفاع لمحاربه السلطويه بشتى اشكالها. بل هو كما قلت لكم راه تيناض يعني حتى السياسه ديال بلادو تيناض امريكا السياسه ديالها لا في شمال افريقيا لا في افريقيا نفسها لا في عمق افريقيا لا في الشرق الاوسط فيما مشيتي تتلقى بعدا تتلقى ديما مناهض للسياسه ديال الدوله.
وتينتقدها وعنده متابعين بالملايين في أمريكا وخارج أمريكا وفي العالم كامل. ولكن مهما خرجت يعني الإدارة الأمريكية تتهمه يعني خيانة أو تواطؤ أو العمالة أو أنها تشهر به وكذا. علاش؟ لأن هذه دول ديمقراطية تتحترم الإنسان في حرية التعبير وتتعتبر يعني من المقدسة. إن هذيك الحرية هي باش يكبر هذاك المواطن، هي باش ينتج هذاك المواطن، هي باش يبدع هذاك المواطن، هي باش يعطيه. الحرية هي لا برودكتيفيتي يعني الإنتاج، تتولي إنسان منتج ماشي إنسان مستهلك. يعني فاش ما تكونش عندك حرية التعبير تتكون إنسان يعني اللي تتكون إنسان تستهلك، يعني أي مادة تستهلكها ما تكونش عندك رأي. علاش؟ لأن ما عندك حرية التعبير. خلافا لما تتكون عندك حرية التعبير تولي عندك واحد الرأي، تتولي تفكر في واحد المسألة، تتولي تطور. لذلك فالإنسان المغربي كما قلت لكم يعني دايرين في واحد البوكس ومصاوبين ليه يعني كيفاش خصو يفكر، وها الرأي اللي خصو يكون عنده، وها اللي ما خصوش يكون عنده، وها الخطوط الحمراء وها الزرقاء وها الخضراء وكذا. خير باش ما نمشيوش بعيد، أخليكم مع الحوار ديال الأستاذ والصحفي سعيد السلمي مع نعود شومسكي، ومن ثم غادي ندوزو يعني نكملو مع الرفيق جيروم. There is actually great social tension in Morocco. Many hundreds of political prisoners, many hundreds of peaceful demonstrators from the Reef region have been arrested during last 2 years for asking for job, hospital, education. Their leaders are sentenced to 20 years. Many journalists in jail. What do you think about that situation, Dr. Chomsky? Well, pretty obvious when I think about it. The question is what to do about it. But, I mean, if you look at Egypt, I think there are about 60,000. That's what popular organizations should be struggling to overcome. And it would be very good if there were international solidarity on this to support them. But the leaders are not going to do anything. You have to force it on the leadership. And there's only one way that works. That's by popular activism, which is not easy. You get shot by the police, you get imprisoned, and so on. But over time, it can succeed. So if you look at history, there are many things that were repressive systems that looked as if they're going to last forever were indeed overthrown. In the same context, no message from you to the King Mohammed VI? To the King? Yeah. Sure, I should think he would essentially resign in favor of a democratic society, but he's not going to do it. It'll have to be forced on him by popular pressure. He's not asking for my advice as to what he should do. Thank you very much, Professor. I hope you enjoyed the questions. Yeah, thank you. إذن تحية المجد والخلود وتحية الصمود لكل الأحرار والحرات الصامدون والصامدات، وكله تحت شعار ما ضاع حق وراءه طالب. كيف ما تكلم الرفيق ديالنا أليكس في الجزء الأول، غادي تشوفوا في هذا الجزء الثاني من التسجيل عن نفس الفيديو طبعا، أننا غادي نتطرقوا للكلمة ديال الرئيس ديال جمهورية الأوروغواي الشرقية خوسي موخيكا، اللي يعتبر أعظم رئيس في تاريخ البشرية لعدة أسباب، وهادشي تكلمت عليه في واحد التسجيل سابق درتو خصيصا لهذا السيد هذا، احتراما له ما يمكنش نضيع الوقت في الكلام على هاد المسائل من جديد. ولكن علاش خوسي موخيكا اعظم رئيس في العالم؟ يمكن للناس تبحث وغادي تلقى. غادي نتكلموا على واحد الكاتب من الاوروغواي اللي سميتو ادواردو غاليانو، وهاد الكاتب هذا راه استشهد به الرئيس الاوروغواياني السابق خوسي موخيكا حديثا على القضيه ديال الصحراء الغربيه، لان هذه القضيه هذه راه غير من الجانب الانساني ماشي من الجانب التمسخيطي كما يظن البعض. لان شتي تمن الجانب الانساني كنشوفوا مثلا في الجزء النيت هذا الجزء هذا غنشوفوا فنانه اسبانيين وفنانات ومخرجين سينمائيين و و و و من الشخصيات الاسبانيه المتعاطفه مع قضيه الصحراء الغربيه. لماذا؟ ماشي من الجانب التمسخيطي، من الجانب الانساني. ولكن كنشوفوا الفنان في المغرب للاسف، وماشي كلشي ما كنجمعوش كلشي في كفه واحده، استسمح رخاص.
علاش؟ لان على جوج دريال ومنهم واحد النوع بالجهل ديالو، الجهل المسيطر على عقله، عادل الميلودي خابش كيقول لهم ورا المجره الصحراء مغربيه، واللي كيقول الصحراء ماشي مغربيه يكون ما كانتش مغربيه، يكون كاع ما مشينا غنينا في الصحراء حسب المنطق ديالو، ولا ما عرفش كيتنز على عباد الله بان حيت هو الفنان المغربي عادل الميلودي حيت غنى في الصحراء الغربيه راه مغربيه. بينما كيف شفتوا نعوم تشومسكي وغتشوفوا الرئيس السابق الاوروغواي اعظم رئيس في العالم، وغتشوفوا غتشوفوا غتشوفوا كيقول لك هو ماشي مغربيه، كيقول لك عطاو الناس رزقها. الكاتب الاوروغوياني ادواردو غاليان راه عنده كتاب ديال على الصحراء الغربيه ديال ابناء الغيوم، على ما اظن ما قريتش انا هذا الكتاب باش بلا ما نبدا نزيد من راسي. وحنا غنشوف واحد المقطع هنايا كيتكلم فيه على هذه المسائل هذه، وكيقول للمغاربه راك ديتو، كيقول لك راه العاهل المغربي زعما راه عمر الصحراء بالمغاربه باش من يجي استفتاء تخرج احصائيات لصالحه، ولكن مع ذلك ما خرجتش لصالحه، والامم المتحده غتعطي الحق بتقرير المصير. يعني كيف ما بغيت الناس تعرف غير باش نوضح، راه غير من الجانب الانساني. اذا غادي نشوفوا غنسمعوا خافيير باردين كيهضر، هو راه اسباني، فنان اسباني معروف، لانه هو اللي كان مشى زار الصحراء و مشى المخيمات اللاجئين تما، وكنطلق واحد المبادره اللي نخاطوا فيها واحد الفئات كبيره وكبيره من الفنانين والفنانات والمخرجين السينمائيين و من الشخصيات الاسبانيه، اللي كان الهدف ديالها هو 500,000 توقيع، يعني نصف مليون باش يقدموها لرئيس الحكومه الاسباني. بلي العارضه هذه الغايه ديالها كانت هي المطالبه باستقلال الصحراء الغربيه. اذا هذا الشيء هذا خص الناس تعرف اننا ما تنجيبوش من راسنا، وماشي من الجانب التخرقي ولا من الجانب ديال العكس ولا نطارت معزه، هذه المسائل هذه كتجي من الجانب الانساني وفقط. غادي نشوفو تا مانو تشاو. مانو تشاو هو فنان يعني فرنسي، ولكن معروف في امريكا اللاتينيه من المكسيك الى اقصى الجنوب الارجنتين، وكيحبوه فيما مشى. يعني انا هذا الشيء هذا كامل وجدته لكم، خذت مقتطفات ديال بعض الفيديوهات، خذت كنظن هذا الشيء اللي خصني نقول، غادي نخليكم يعني تتابعوا التسجيل. Hermanos, hijos del desierto, pueblo saharaui, decía nuestro Eduardo Galeano, se llaman hijos de las nubes porque desde siempre persiguen la lluvia, desde hace más de 30 años persiguen también la justicia, que en el mundo de nuestro tiempo parece más esquiva que el agua en el desierto. Hace muchos años, cerca de 40, que un fatídico tratado escondido sacrificó la independencia de ese pueblo a la monarquía marroquí. La lucha, la esperanza y el sacrificio continúan. Y este pueblo desperdigado en el desierto, nuestro querido hermano, el único pueblo árabe que habla nuestra lengua, nos conmueve con su peripecia, con su entrega, y todos sabemos la gigantesca deuda que tenemos con ellos. Espero que lo mejor de España, que siempre existe, no la España de charanga y pandereta, sino la otra, la que lleva conciencia y un hacha en la mano, vengadora, los apoye, los recuerda. ¿De qué han servido esas resoluciones?
se iba a hacer un plebiscito para que la población pudiera decidir su destino. Para asegurarse la victoria, el monarca de Marruecos rápidamente llenó de marroquíes el territorio invadido. Pero al poco tiempo, ni siquiera los marroquíes fueron dignos de confianza. Y el rey, que había dicho sí, dijo que quién sabe. Y después dijo no. Y ahora su hijo, el heredero del trono, también dice no. La negativa al plebiscito equivale a una confesión. Negando el derecho de voto, Marruecos confiesa que ha robado un país. هنا ايضا الفنان العالمي المشهور جدا في امريكا اللاتينيه، انا ما عرفتش واش السايت ديالو يعني دايع تما في اوروبا وافريقيا واسيا، انما الفنان الفرنسي الجد مشهور في امريكا اللاتينيه بمانو تشاو. كانت مانو نيغرا، رجعت مانو تشاو، معروف بمانو تشاو حاليا. عفوا كيف ما كنشوفوا في الصوره يعني راه هي الرايه او العالم ديال جمهوريه الصحراء الغربيه. هو ايضا من الناس اللي كيدعموا القضيه، وماشي مره ماشي جوج كيظهر يعني بصور ديال العالم الصحراء الغربيه في الخلفيه ديالو، ولا كيظهر مصور معاهم، ولا شاد العالم الصحراوي، ولا معلقوا كاع في شي بوديوم طالع يغني فيه. وراه كاين اغاني يعني مغني فيها هو ومغنيين فيها بعض الناس اللي معاه اللي هما من المنطقه يعني شمال افريقيا، اللي واصله الملايين ديال المشاهدات، وراه العالم الصحراوي ظاهر فيها تما. ما عليناش، مانو تشاو هذا يعني جاء لامريكا اللاتينيه من المكسيك الى الارجنتين دوله بدوله، وفيما حط رجليه الناس كتحبو كتموت عليه كتبغيه، لانه يغني من اجل الانسانيه، يغني يعني من اجل الطبقه المستضعفه، يغني على الفقراء. جا الارجنتين مشى لشي احياء يعني هامشيه جد جد خطيره، ورحبوا به مزيان لانهم كيعرفوا ان هذا الفنان هذا فنان وجب تقديره واحترامه نظرا للمجهودات اللي كيبذل باش نصره زعما لهاد الناس هادو اللي هما مستضعفين. وما ننساوش الاخوان انه دار واحد الزياره وغنى في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف. ذكرت انه او نسيت ربما نذكر انه كيغني باللغه الفرنسيه والاسبانيه والانجليزيه، ولكن 80% 85% كيغني بالاسبانيه. من النادر جدا انك تسمعوا يعني بالفرنسيه، ومن النادر ايضا انك تسمعوا بالانجليزيه. Yo estoy con el pueblo saharaui y ya he firmado. Por favor, firma tú también. Todos con el Sahara. Yo estoy con el pueblo saharaui y ya he firmado. Por favor, firma tú también. Yo estoy con el Sahara. Yo ya he firmado. Jo estic amb el poble saharaui i ja he signat. Sisplau, signa tu també. Yo estoy con el pueblo saharaui y he firmado. Firma tú también. Todos con el Sahara. Tu apoyo también es importante. Yo ya he firmado. Firma tú también. Todos con el Sahara. Denok Sahararekin. Todos con el Sahara. Todos con el Sahara. ¿Qué te pasa? Estaba en el Sahara. Sí. Y en el Festival de Cine. Ah, sí. El Sahara. Sí. Y bueno, me gustaría decir que aquello es un horror. Mm. Que no hay derecho a lo que está pasando allí. Sí. Y si me lo permites, sí, claro, se hombre. Están recogiendo firmas para a ver si eso se puede solucionar de alguna manera. Y digo el nombre de la página sí, web, que claro. Es www.todosconelsahara.com. Y se necesitan 500.000 firmas para llevárselas al señor Zapatero. Y bueno, y ahí os podéis informar de la causa y podéis aportar vuestra firma. Muy bien. Sí, sí, porque ese festival de cine, al que el cine español le da muchísimo apoyo, es casi la única ventanita que tienen
para una vez al año menos tener un poco acordar, de vida. Sí, porque mira que da vergüenza ya el temita, ¿eh? No, un poco... Es increíble. Vuelves muy marcado, me imagino, ¿no? Y bueno, aparte, además de las manos, quiero decir. Sí, bueno, no, bueno, esto es que los niños me pintaron las manos con... Con henna y la verdad es que si se cagan encima pues también se, sí. Son tan maravillosos que... Pero no, es cierto, no tienen nada y te lo dan todo. Y de verdad que yo lo estoy todavía un poco tocado sí. Porque no hay cámara, no hay comunicador que pueda explicar lo que allí pasa. Sí, sí, sí. Y es increíble que en el siglo en el que estamos haya gente pues que tiene que... que no tiene agua y no tiene comida. Y sobre todo los niños, porque siempre los niños tienen que pagar los putos errores de los mayores, ¿no? Sí, sí, sí. Así que ya está bien. Y, por favor, si podéis firmar, pues... Muy bien. Pues... es bueno saber